السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند قناتي شهوات عيشة. اليوم راني غادي نشارك معكم الرفيسة، راه كتجي بنينة بزاف، نتمنىكم تجربوها، تتابعوا معايا التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو راس الحانوت، هما المساخن، غادي نطحنهم مزيان ونغربلهم، الحلبة والقصبر اليابس. غادي نحتاجو زعفران شعرة، غادي ندير عليه واحد الكاس ديال الماء، نخليه على جنب. دركوي غادي نحتاجو التوابل، جوج معالق ديال المساخن، معلقة كبيرة ديال البزار الأحمر، معلقة صغيرة ديال حب الكحلة، معلقة كبيرة ديال سكينجبير، معلقة كبيرة ديال القصبر اليابس، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال القرفة. نزيد عليهم هذاك الكاس ديال الماء ديال الزعفران. ودركوي غادي نشرملو الدجاج ديالنا، تابعوا معايا، دخلوا فيه كاع هاد العناصر باش تعطيلو ديك البنة. ودركوي غادي نغطي عليهم ونخليهم ليلة كاملة. غادي نحتاج لهاد هاد البصلات، تاج الثوم، واحد خمسة د الحبات، شحال ما درتو من الثوم راه كتجي زوينة في الرفيسة. دركوي غادي ندير جوج معالق ديال زيت الزيتون باش نقلي فيها هاد البصل. صافي دركوي الدجاج بعد ما دار ليله كامله، ودركوي راني غادي نطيبو ان شاء الله. راه الدجاج بلدي، راني جبتو من الفيرما، راه بنين بزاف. معلقه كبيره ديال السمن والثوم كذلك، كتعطي البنه للرفيسه بزاف. صافي دركوي غادي نقطع بصله وحده هنايا، وغادي ندير هذيك التوابل اللي كنت رطبت فيهم الدجاج. غادي نقطع ثلاثه د البصلات بحال هكا، غادي نزيد عليهم الحلبه، واحد جوج معالق ديال الحلبه، ونزيد عليهم راس الحانوت، نزيد القصبر اليابس، ونزيد عليهم جوج معالق ديال زيت الزيتون، ندير الملح، واحد نص معلقه صغيره، كاس ماء. نخلطهم مزيان وندير النار مهيله حتى يطيبوا مزيان، ونديرهم فوق الرفيسه ديالي ان شاء الله. دركوي راني نقلي في هاد الدجاج مزيان ونغطي عليه، نخليه تقلى غير بشويه باش كاع هذوك العناصر يدخلوا فيه. صافي دركوي راني درت عليهم هذيك الشرميله، غادي نغطي عليهم نخليهم يتقلاو غير بشويه. غادي ندير عليهم جوج يطرو ونص ديال الماء، نزيد عليهم معلقه صغيره ديال السمن، وغادي نبلع عليهم وغادي نخليهم يطيبوا. دركوي غادي نجيب البيض اللي غادي نديكوري به، حتى هما غادي نطيبهم، ندير عليهم شويه نتاع الملح باش تقشرونا بالسهوله. دركوي غادي ندير باش غادي ندير المسمن، غادي نحتاج جوج زلايف ديال الفورص، واحد زلافه ديال الدقيق الفينو، ندير عليهم معلقه ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملح، دركوي الماء غادي ندير على حساب التخليط. كي تشوفوا العجينه ديالكم دخلت، صافي هي هذيك، ما تجريوهاش بزاف، ديروها على حساب ديال المسمن. صافي بحال هكا، صافي غادي نعجنها مزيان مزيان باش تبقى تحل معنا بالسهوله. غادي نغطيها نخليها ترتاح واحد 20 دقيقه. دركوي غادي نولي المرقه ديالي، غادي نزيد فيها العود ديال القرفه، وفي الاول ديروا فيها شويه نتاع القرفه، غير معلقه صغيره، ديروها مع الشرميله. شوف العجينه كي جات رطبه، عجنت راسها براسها. دركوي راني ندير الكريسات اللي غادي ندير بهم المسمن. صافي بحال هكا، غادي نغطي عليهم مره جوجه، نخليهم يرطابو 10 دقائق.
بعد ما غادي نخلي الكريسات يرتاحوا 10 دقائق. درك غادي نعطي لكم واحد السر اللي كتجي به الرفيسه زوينه. غادي ندير واحد المعلقه ديال الفرينه، واحد المعلقه ديال الطوماط مصبره، وواحد الكاس ديال الماء. غادي تخلطوه مزيان، نقصوا النار وخليوها تزيد الطياب 5 دقائق. صدقوني راهي تجي الرفيسه بنينه بزاف. كاس كبير ديال العدس غادي نغسلو مزيان، وغادي نصفيه مزيان من دوك الماء اللي غسلتو فيه. غادي نديرو يطيب المدة ديال 15 دقيقة حتى ل 20 دقيقة. درك زدت هذاك التوابل اللي زدت في التالي، زدتهم على المرقة، ودرك غادي نولي المسمن ديالي ان شاء الله. غادي نقرصو بحال هكا، قرصو قريصة رقاق. كاين اللي كيديرها بالحرشه، انا اختاريت نديرها بالمسمن، بالمسمن كتجي احسن. صافي طيبوا بحال هكا، ما تجورولوش طياب بزاف، لحقاش غادي نفورو عاد في الكسكاس باش يعطينا ديك الرطوبه. صافي صافي راني ساليت المسمن، هو هذا. شوفوا شحال جاء الزين ورطب، ودرك راني غادي نقطعه ونديرو في الكسكاس يتفور. راني غادي نديرو يتفور، يتفور 5 دقائق. صافي بعد ما فور 5 دقائق، ودرك ان شاء الله غادي نقدمو بالصحة والراحة. درك غادي نوليو المرقة ديالنا نشوفوها كي جات. لاحظوا على المرقة كي جات، ما شاء الله راهي زوينة وبنينة. صافي درك غادي نقدم الرفيسة ديالي بالصحة والراحة. نتمناكم تجربوها، راهي بنينة بزاف، راهي زينه لا في المنظر ولا في الذوق. بهذاك راس الحانوت راه عطات الريحه زوينه. صافي درك راني غادي نسقيه ونقدمه ان شاء الله بالصحه والراحه. واسمحوا لي لكن شهيتكم في هذه الرفيسه، راهي زوينه بزاف، نتمنىكم تجربوها، راهي ساهله. لاحظوا على الرفيسه ديالي كي جات زوينه، ما شاء الله راهي بنينه بزاف. صافي راني ساليت الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم. الا كان عجبكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم. السلام عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.